ونرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي وشوطنا السادس الخاص بالقعدان الحقائق. مسافتنا 3 كيلومترات اعلنت من هنا من ميدان التحدي وانطلاقة الشوط السادس خاص للقعدان والثالث في الترتيب. هنالك أسماء قوية وأسماء حاضرة للمنافسة وإلى التحدي وشعارات كبيرة تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة بهذا الشوط، الشوط السادس اللي يحمل لنا الأسماء القوية والأسماء الحاضرة بهذا التحدي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، هنالك المقدمة هو صدارة شاهين ومحمد بن ناصر بن قوبان المري، ولكن ثاني الأسماء وصل هنالك شاهين ومحمد بن حمد بن كليفيخ الهاجري، ورابع الأسماء دخول مباشرة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصل هنا أشقر ومسفر بن محمد المحميد المري، وثالث الأسماء وصل هنالك مشاهدينا الكرام وصل مواد علي سعيد عبيد بن شينان المري، وخامس ورابع الأسماء هنالك مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء شاهين ومحمد بن حمد بن كلفيخ الهاجري، وخامس الأسماء دخول مباشرة شاهين وراشد بن سعيد المري. ولنا عودة إلى المقدمة وإلى صدارة هنالك مشاهدينا متابعينا الكرام أشقر لسيد مسفر بن محمد المحميد المري، وتاني الأسماء وصول مباشرة هنالك شاهين ومحمد بن ناصر بن قوبان المري، وثالث الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصل هنالك ليكون حاضر موادع هنالك سالم بن عبيد بن شينان المري، وخامس الأسماء هنالك الله الله وصل مشاهدينا الكرام شاهين وراشد بن سعيد المري، ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى صدارة هنالك أشقر ومسفر بن محمد المحميد، هنالك الله الله أسماء قوية وشعارات كبيرة غادمة لا محالة، ولكن هنا الدخول مباشرة راهي لسيد عبد الرحمن بن راشد بن علي المعضيد، وثالث الأسماء هنالك الله الله وادع وسالم بن عبيد بن شينان المري، وأسماء قوية وأسماء حاضرة، ولكن نرجع ونلحق الكيلومتر الأخير كيلو التحدي وكيلو الصراع. أشقر أشقر ومسفر بن محمد المحميد والعصف البطان، يلا يا بن محميد مطلوب التيم مطلوب، ولكن الغدوم مباشرة وصل شاهين ليكون حاضر للسيد هيثم بن سعيد بن عبد الله السويدي، الله الله الله، ولكن هنا الله راهي وعبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيد والأمتار الأخيرة، وصل برزان وسالم بن محمد المري 500 متر أخيرة، 500 متر ثقيلة، الله راهي راهي وعبد الرحمن بن راشد بن علي المعاضيد، ولكن برزان وسالم بن محمد، الله الله الله، برزان 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 وسالم بن محمد المري، والأمتار الأخيرة والأمتار الحاسمة، ولكن أرصد لي وصل شاهين 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 ومحمد بن علي بن زروة، والأمطار الأخيرة والأمطار بن نورة وصل، الله شاهين ومحمد بن علي بن
بنور بنور ولكن برزان. الله تهانينا تهانينا لمال شهير محمد بن علي بنور. والمركز الثاني كامل النصري برزان وسالم بن محمد المري. والمركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب راهي وعبد الرحمن بن علي المعارضين. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ساعة وصول شاهين لخط النهاية مشاهدينا ومتابعينا الكرام. قطع مسافة 3 كيلومترات في 4 دقائق 43 و68 جزء. تهانينا لمالك شاهين محمد بن علي بن نوره المري. تهانينا لجميع الفائزين.